تقول في رسالتها الثانية: قبل سنتين وفي شهر رمضان كنت مريضة ولم أستطع الصوم 7 أيام، وبعدها قمت وأطعمت عن كل يوم مسكين، هل أكتفي بذلك وهل علي قضاء عن تلك الأيام؟ أفيدونا مأجورين. نعم، يجب عليك القضاء مع الإطعام إذا كان إفطارك من أجل الحمل، فعليك أمران: الإطعام والقضاء. الإطعام حصل وأديتيه، بقي القضاء. أما إذا كان إفطارك من أجل صحتك أنت فإن عليك القضاء فقط بدون إطعام. أما أن يسقط القضاء كما ذكرت فهذا غير صحيح، هو مذهب مردود، وإن روي عن ابن عباس أو عن ابن عمر فهو قول مرجوح، فيجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا القضاء بكل حال. أما الإطعام هذا هو الذي فيه التفصيل، إن كان الإفطار من أجل الحمل فقط فعليها مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين، وإن كان الإفطار من أجل صحة الحامل فإن عليها القضاء فقط. نعم، بارك الله فيكم.